حوجينا حوجينا حتى شابوا على قول وحجاب والله العظيم مس. فالبارح انا قابلوني الشاشرة اروح ابويا اروح ابويا قال لك انا قلت راح يزوجوني لغوني في زوج ودخلوني في الصالون والله لا عجبني الحل زيد. قال لك اودي ابويا روح رمي قرب محو العميه معناتها ماكش قاري روح تعلم. يا قلت انا باقي ليش؟ قال لك اودي با تصلي ترى ثلاث فصلات تقرا مول الفاتحه طلع البدر طلع البدر قال لك ماهيش صوره انشوده بالحاره عندهم الصح الواحد يتعلم حتى حرف ولا زوج. الله يجعل يجيبوا شيخ قال لك شيخ تساعد مسكينه وتتحلف شوابين. قال لك الشيخ واعرين الرجاله يبردهم قال لك يبردهم المطرك هاو مطرك يحاول والله يبردني يبردهم هاو مطرك. السلام عليكم خير الحاج. خير وليدي خير. انا هو الشيخ تاعك اللي قريك محو الاميه. ياه. الحاج. وشيخ وين راه اليوم؟ كاين شيخ الشيخ كاين. شوف الحاج راك عارف بلي العام قصير والبرنامج طويل. ابني يا الحاج لازم لك تزير روحك. حبجي هاو نزير روحي وقت السبت راهي هنا. هاو نزير روحي. تاودي الحاج ماشي تزير روحك هكاك. هاو كيف هاو كيف هاو كيف. السما حط راسك في القرايه. وين راهي نحط راسي هذه قرايه؟ تروحي. حط راسي هكا. تاودي الحاج هبثني يا اخي ماشي تحط راسك هكاك. حبجي هاو كيف. اول حاجه نبداو بها الحاج هي الحروف. هي الحروب ما باقي حربانه اودي الحاج ماشي الحروب الحروف الابجديه الحروف العوجه اودي الحاج ماشي عوجه. اول حرف نبداو به الحاج هو حرف الالف. انا اقول تعاود مرايا فهمت فهمت صح الالف الالف ماشي تعاود مرايا ديالك ماشي تعاود مرايا ديالك الحاج خليني نكمل خليني نكمل لك اودي حتى نكمل لك حتى نكمل لك هبلتني يا الحاج انا حتى نكمل كاع لا تعاود انت اودي هاول في الاول هكا الشيخ خلي واحد حتى يجبد قلبه كاع. الالف هو عباره عن عمود إيه؟ وفوقه همزه. شكون ذا؟ الالف. ناس ملاح. الف هذا. قولوا. الالف هو عباره عن مطرق وفوقه معزه. اودي الحاج ماهيش معزه. فوقه حمزه. ماهيش حمزه. دبزه. للخطا فوقه خبزه. خبزه. اودي تلفتها لي الحاج. ايه على شي. فوقه همزه. ايه تلفتها لي. ماني عارف هذيك. صح سيدي خلينا من حرف الالف نروح لحرف واحد اخر حرف الباء. هذا الباء ما نقول لك شيف هداير إيه؟ صح اعطيني كلمات تبدا بحرف الباء بحرف الباء ايه بعوشة اودي بعوشة مكسر العربية الحاج بتية تتن اه بتية تتن شايفي بتية النخ اه بتية مكسر العربية الحاج بالون ابيض اودي بالون مكسر العربية الحاج حبجي وشي مثال بقرة يا بقرة راك عليا الشيخ اودي مانيش عليك بقرة انا الشيخ الكلمة بقرة روح روح ساك عليا خلينا من البنك روح لحرف واحد اخر الحاج اعطيني كلمة تبدا بحرف الميم تبدا بحرف الميم ايه امك اودي ها قد روحك الحاج كي امك هاو امك هاو لا لا ماشي امك ها قد روحك الحاج حاوجي تبدا تبدا لا يقولوا امي اما لا مزاكو شنو بدا مزاكو واحد اسمه مزاكو مكاش في العربية ياه معزة معزة خلاص الشيخ انا غير ساعة فيك روح الشيخ معزة يا ودي ماشي انت معزة خزرت فيا وقلت انا شيخ هاك شتك خزرت فيا هاك عيني في عينك هاك وقلت لي معزة الكلمة هي معزة ايش الكلمة هذه والله الشيخ شوف المطرقة وعندي مطرق ما كانش بالعربية مطرق ماهيش بالعربية روحوا لحرف الكاف روح الحاج اعطيني كلمة تبدا بحرف الكاف بحرف الكاف اه كاسو اودي يا شيخ كاسو ما كانش بالعربية الحاج ملكوش يا شيخ تاع عرب كوشة تاع عرب ما كانش بالعربية تاع تريسي انت ثاني ما كانش بالعربية يا حبيبي هذا كونغ هو شادي كونغ هو انا نعرف دروبا اش تيغيولي ما كانش بالعربية مثال كلب كلب تبارك عليا يا شيخ لا انا مانيش عليك انت بقرا قلنا معليش معزه قلنا معليش كلب هذه يا شيخ انا كلب هذه انا احترم نفسك يا شيخ اودي مانيش عليك انا خاطر روحك يا شيخ لا انا مانيش عليك خلاص عم بردك لا مانيش عليك الحاج والله عم بردك مانيش عليك اسمي انت وعمك العاج كبير تقول لا انا مانيش عليك العربيه دايرها كاس كل عربيه فيها كلام داول البقر وفيها المعيز وفيها الحاج خلاص صح سيدي الحاج ايه عياوك الحروف ولا لا عياوني الحروف صح سيدي ممكن تعطيك حاجه واحده اخرى روح تعرف شنو الاخطبوط اخطبوط هذاك اللي تخبط في الماء ولا لا انت العاج كي تخبط في الماء هاو شنو هذا الاخطبوط هذا تاع البحر الماء تاع البحر نعرفو ذاك نعرفو نعرفو ايوا كله هذا الاخطبوط واحد ايه شكون ياسرين كيفاش نقولوا صافي جمع كلمه اخطبوط صافي هما ياسرين ايه نقولوا مخبطيه اودي الحاج كيفاه مخبطيه الحاج حنا مسلمين اسيدي انا على بليس كان مخبطيه اودي جماعة جماعة ياسرين ما يقولوش هاك يقولوش صح الحاج روح ما هي انواع الطيور انواع الطيور ايه دجاج وتريسينتيو دجاج العربي تاع الدراغو بطة البركات سيد البركات هو البركات صافي جمع البراك البراك تروح زيد صافي وبطة بطة بطة عرفت هذيك روح الفلفليسو سيد الفلفليسو جمع فلوس روح شوف روح سرقوت شو ذا سرقوتة شو ذا سرقوتة هذاك اللي الحمر اللي فيه الحية وقرة انت اللي ذبحوه في العام اديك قول الديك يسموه سرقوت عمي ما يسموش سرقوت يسموه الديك هو بابا بابا صح يا سيدي ايه هذاك الحيوان اللي مصور غاد في السبوره في نهايه القسم شتا وين راه؟ ها راه في نهايه القسم خزر مليح جرانا هذيك اش لا ودي ماشي جرانا الحاج خزر مليح يا ودي والله لا جرانا لا لا ماشي جرانا حمدي وش اللي هذاك ضيف داعون ضيف
تعاوننا. ايه ضيف داعون زني فرزون ولا مش نفرزون. ها ضيف داعون. أنا كبير ولا؟ يا ودي يا شيخ كضيف داعون. ضيف داعون. ياه. ايه. حبس أشخ من بعيد بنجرانا. صح الحاجة سيدي. ذكر روحوا للرياضيات. سهلة الرياضة، روح أشخ سبور موش واحد. أودي مشي سبورة. المات المات. حوجينا بذا اللي مات. أودي واحد ما مات سيدي حساب. حوجي الحساب تاع قيامة. لا أنا قال أعدادك. قول أشخ قول أعداد من الأول. هاني كبير أنا أخ. هاو العدة ما تعرفهاش انت؟ سبحان الله يا سيدي ياس، بس بارك بيت 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 بيت، سربي لي في الهضرة ذي انا، ننجم انا؟ خلاص يا سيدي ياس، صح العدة نعطيك مسألة سهلة، 5 زائد 5 شحال تساوي؟ 5 مع 5، ايه 15. يا ودي الحاج كي 15 احسب مليح اخ. 5 ولا 5؟ ماهيش 15. يا ودي 15 يا. خطأ الحاج. ليه خطأ؟ تساوي 10. ياه، تساوي 10. زادوا بالقهوة ما هدرتوا، زادوا بالسكر ما قلتوا. زادوا في الزيت ما هدرتو. أو زدت 5 بغيت تاكلني ول. أو تانا الحساب زادوا فيها الحاج. زيد أنا. لي أنا لي عليهم يزيدونا ما نزيدش ول. ياه. صح الحاج يا سيدي، إذا خاطر نسقسيك فما نزيدليش في الحساب. ما نزيدش. 6 زائد 6 شحال تساوي؟ طزينة. أو ديال الحاج كانت طزينة أحسن مليحة. ها مش طزينة. خطأ مش طزينة. خطأ مش طزينة. شحال؟ زوج ستات. خطأ. ستوتة. خطأ. استاي تما لا تساوي 12. 12 واعره ولا شي؟ انا ما قلتهاش. كابوك تعرفها باللي تجي مع ليا. صح سيدي الحاج 12. هذيك الضيف داع اللي وريتها لك الساعه. ايه راه مكتوب قدامها واحد، كيفاش نقولوا؟ مكتوب قدامها واحد قدام الضيف داع. ايه نقولوا الضيف داع 10. ياه هاو تقول ماكش واعر فيك، عرفت الضيف داع 10. ها ولا ماكش عارف باللي ديك تجي مع ليك. ياه هاو الشيخ وخلي قرونا سواء في البريمار ولا في السيام ولا في الليسي، راه يعلموا فينا ابني لازم نحترموهم ما نتعبوهمش. وقال لك من علمني حرفا أكون له عبدا. وبكري قال لك قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. رسولا عرفت كاين أنا كاش الحاج بالعربية ما تحبنيش الحاج. علاش خويا ما نهبلك؟ أي خلاصة الحصة قول لك راح للسوق. راني رايح يا شيخ. بارك بالباشي. أنا بالباشي نروح معاك بصح ما ديرنيش مال وراك نهار ديتني والبرد قصص. هذاك اليوم كتب علي المخلوقة من قدام الشيخ حوجي وكي كندلك حطني من قدام. روح ركبت شو معايا من قدام ما يلين السوق مليح اليوم يا ودي حاك معاه.